استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس لجنة أطفال آسيا الرياضية الدولية السيد فلاتيمير ماكسيموف والوفد المرافق ورحب سموه بوفد لجنة أطفال آسيا الرياضية الدولية مشيدا بالجهود التي تبذلها اللجنة في سبيل تنظيم العديد من البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية للأطفال في القاره الاسيويه لتوعيتهم بالمبادئ والقيم الاولمبيه واكد سمو الشيخ خالد بن حمد بان اللجنه الاولمبيه البحرينيه تولي الرياضه المدرسيه اهميه كبيره من خلال رعايه الاطفال في سن مبكره والسعي لتنميه مواهبهم وقدراتهم الرياضيه لخلق جيل رياضي صحي من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الرياضيه الموجهه للاطفال مثل اولمبياد الصغار واولمبياد الاطفال، كما ان البحرين ستكون مسرحا لاستضافه دوره الالعاب المدرسيه الدوليه، والتي ستقام في اكتوبر 2024، فهو ما يعكس الجهود المبذوله للاهتمام بالاطفال. وبحث سموه مع الوفد سبل التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في خلق العديد من البرامج والانشطه التي تسهم في دعم الاطفال وتنميه قدراتهم من الناحيه الرياضيه والثقافيه والصحيه. معربا سمو عن تقديره للجهود التي تبذلها اللجنه في هذا الصدد واتمنى لها دوام التوفيق والنجاح